التهاب المفصل الأخرمي الترقوي التنكسي. التهاب المفصل الأخرمي الترقوي التنكسي يشمل تغيرات تنكسية في الغضروف المفصلي والبنى الأخرى في المفصل، مما يؤدي إلى ألم ويبوسة وضعف في الكتف. المفصل الأخرمي الترقوي هو النقطة التي تلتقي فيه النهاية البعيدة للترقوة مع الأخرم. في المفصل السليم تتغطى نهاية الترقوة والوجه المفصلي للأخرم بغضروف مفصلي زلق. على الرغم من أن الحركة على مستوى المفصل الأخرمي الترقوي ضئيلة، إلا أنها تلعب دورا هاما في حركات الكتف كرفع الذراع فوق الرأس، ويساعد الغضروف المفصلي الزلق عادة على تمكين هذه الحركات. في حال تنكس المفصل الأخرمي الترقوي، يصبح الغضروف المبطن للأخرم والمغطي لنهاية الترقوي ملتهبا ومتخربا. عندما يتنكس الغضروف المفصلي فإن الفراغ الموجود بين الأخرم ونهاية الترقوة يضيق ويختفي تدريجيا، وتبدأ العظام بالاحتكاك ببعضها البعض. قد تتشكل المناقير العظمية مما قد يزيد من الاحتكاك بين العظام. يمكن لهذه المناقير أن تحتك بأوتار وعضلات الكفة المديرة مما يزيد من الألم، وهي حالة تعرف باسم متلازمة الارتطام تحت الأخرم. الأسباب: يضعف الغضروف المفصلي وتزداد نسبة الإصابة بالتنكس مع التقدم بالعمر. طبيعة العمل والنشاط البدني قد يعرض المفصل الأخرمي الترقوي لردود صغيرة لكن متكررة، مما يجعله أكثر عرضة للإصابة بالتنكس، كما في سائقي المركبات العامة، رياضة رفع الأثقال، والدهانين. يمكن أن تسبب الإصابة بكسر أو خلع أو جراحة سابقة أذية في المفصل الأخرمي الترقوي وتؤدي في النهاية إلى التنكس. الأعراض: الألم المرتبط بالحركة، وهو ألم غامض قد ينتشر ليشمل الكتف أو مقدمة الصدر أو الرقبة. يمكن أن يكون الاستلقاء على الكتف المصاب مؤلما، كما أن الألم سيستمر وقت الراحة مع تقدم الحالة وسيسبب إعاقة في النوم. تكون منطقة المفصل الأخرمي الترقوي الموجودة في المقدمة وأعلى الكتف مؤلمة بالجسد. التشخيص: لتشخيص التهاب مفصل الكتف يجب أن تجيب على أسئلة طبيبك حول الأعراض والقصة المرضية. سيتم فحص الكتف بحثاً عن علامات إصابة سابقة والألم والإيلام وضعف العضلات، وسوف يقارن الطبيب بين الكتف المصاب والكتف غير المصاب. سيطلب طبيبك أشعة سينية بسيطة لتقييم كتفك. يمكن أن تظهر الأشعة تضيق في المفصل الأخرمي الترقوي ومناقير عظمية حول المفصل. يجب أن ننوه أن بعض المرضى قد تظهر الأشعة السينية لديهم علامات واضحة على تنكس المفصل، لكنهم لا يعانون من أي ألم، في حين أن البعض الآخر قد لا تظهر الأشعة السينية علامات تنكس ويعانون من ألم شديد. العلاج: المسكنات ومضادات الالتهاب اللاستيرويدية NSAIDs قد تقلل من الألم والتورم والالتهاب الناجم عن التنكس. قد يلزم تجنب بعض الأنشطة اليومية والتمارين إذا كانت تسبب الألم في المفصل الأخرمي الترقوي. يمكنك إرخاء المفصل الأخرمي الترقوي المتيبس باستخدام كمادة دافئة لبضع دقائق قبل إجراء الحركات المؤلمة. كما يمكن أن يؤدي وضع الثلج على المفصل لمدة ربع ساعة بعد هذه الحركات إلى تقليل التورم وتسكين الألم بشكل فوري. على عكس علاج تنكس المفصل العضدي الحقاني، فإن العلاج الطبيعي أقل فعالية عند الأشخاص الذين يعانون من تنكس المفصل الأخرمي الترقوي. ومع ذلك، فإن التمارين التي تركز على شد العضلات وتقويتها والحفاظ على مجال حركة الكتف قد تكون مفيدة. قد يستخدم طبيبك حقن الخلايا الجذعية أو حقن البلازما الغنية بالصفيحات PRP. قد تقلل هذه الحقن من الألام وربما تحفز نمو الغضاريف المفصلية. حقن الكورتيزون ضمن المفصل الأخرمي الترقوي يخفف الالتهاب ويوفر راحة قصيرة الأمد. إذا كانت أعراض التنكس شديدة ولم تنجح العلاجات غير الجراحية وتعديل الحياة اليومية، فقد توفر الجراحة باستئصال النهاية القاسية للترقوة بالتنظير الراحة المطلوبة. استئصال النهاية القاسية للترقوة يتضمن إزالة جزء صغير من نهاية الترقوة وبالتالي إزالة الاحتكاك بين الترقوة والأخرم. إعادة التأهيل بعد الجراحة: سترتدي الوشاح المعلق للذراع ليلا ونهارا لعدة أيام بعد الجراحة، ويمكنك إزالة الوشاح عندما تشعر بالراحة. قد تحتاج إلى استخدام المتقطع للوشاح من 3 إلى 6 أسابيع. ابدأ تمارين نواسية وأرجح ذراعك في حركات تشبه النواس من اليوم الأول بعد الجراحة. يجب أن تقوم بالتمارين 5 مرات يوميا.
سوصيك طبيبك بالبدء بالعلاج الفيزيائي لتقوية الكتف وتحسين مجال الحركة بعد أسبوع من الجراحة. لا يمكن للمريض أن يقود سيارته حتى يتوقف عن تناول جميع الأدوية المسكنة للألم وبعد التخلي عن الوشاح بشكل نهائي. يمكن لمعظم المرضى الذين يؤدون أعمالا خفيفة العودة إلى العمل في غضون 7 إلى 10 أيام. قد يعود المرضى الذين يقومون بعمل متوسط قد يتطلب رفع خفيف للذراع خلال 3 إلى 4 أسابيع. سيحتاج المرضى الذين لديهم وظائف تحتاج جهد ما لا يقل عن 6 إلى 8 أسابيع، بينما سيحتاج العمال أو أولئك الذين يقومون بأعمال شاقة كما في أعمال البناء إلى ما لا يقل عن 3 إلى 4 أشهر للعودة إلى عملهم.